العنف الأسري. العنف الأسري تمام، يبقى إذا حصل ده تريتمنت لشخص معين من حد موجود عنده سواء في الفاميلي ميمبر أو البارتنر لو هي واحدة متجوزة، أو هو عايش في مكان زي مثلا المسنين أو الأطفال، حد تاني بيبقى عليهم زي الكبر. تمام؟ فيبقى الدوميستيك فايلنس هو ده تريتمنت لحد من التلاتة دول. خلاص؟ مين أكتر ناس واقع عليهم الدوميستيك فايلنس الدكاترة؟ ستات ولا رجالة؟ ستات، كبار ولا صغيرين؟ أضبط يعني ولا كبار ولا إيه في المستوى؟ لو تشيلدرن تشيلدرن وكبار. يبقى أي حد ويك، أي حد ضعيف، هو غالبا هيقع عليه الدوميستيك فايلنس. طيب هو يعني هم عاملين له كلاسيفيكيشن كده، إيه أنواع العنف اللي ممكن يقع على الشخص ده؟ يعني حاجه في اكت اوف كوميشن في اكت اوف كوميشن. اكت اوف كوميشن يعني عن عمد، انت قاصد تاذيه عن عمد. يعني ايه؟ حاجه ممكن تبقى فيزيكال ضربته، ماشي، حاجه ايموشنال شتمته، حاجه سيكشوال يعني حصل اعتداء عليه، في فاينانشال انت مثلا لو واحده متجوزه او راجل كبير ابنه او بنته بتصرف عليه ان هي تحرمه من الفلوس ده دي، او لو واحده مثلا هي ورثها يبقى انت منعت اخت مثلا واخ واخ منع ان هو يديها الورث، كلنا بنسميه فاينانشال ايه؟ ابيوز. او اكت اوف كوميشن انت عملته من اللي او حرمته من حاجه معينه. خلاص؟ انت مش واخد بالك منه ومش مركز معاك، تقرا طفل صغير ما بياكلش ما بياكلش غير من نظافته، لو راجل كبير نفس هنمسك ده يعني من كده هنمسك جزء جزء. اول جزء عندنا ده كان ده يعني بتشوف كتير جدا 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 الشايلد ابيوز. الشايلد ابيوز ده كتر يعني حصل ماتريك من الشايلد ده ماشي بحد شخص ما، يا اما الشخص ده حد من الفاميلي بتاعته، حد بيراعيه سواء حد من الفاميلي او سواء هو في مدرسه او في حضانه حد اعتدى عليه، او حد من قرايبه غير بابا وماما يعني من قرايبه بصفه عامه. طيب الشايلد ابيوز احنا قلنا ان هو جسمين برضه، اللي هو اكت اوف كوميشن واكت اوف كوميشن. ده الدكاتره اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي فيزيكال سيكشوال ايموشنال، اكتر حاجه بنشوفها موجوده عندنا فيزيكال. خلاص؟ الايموشنال ده معظم الستات المصريين بيعملوه، هي تزعق لابنها او تحبسه في اوضه ضلمه او تضرب حد قدامه، كل ده كتير قوي بيحصل وهم مش اورينتد ان هم كده بيعملوا ابيوز. السيكشوال بيبقى موجود بس يعني قليل، مش نفس ريت الفيزيكال. اكتر حاجه بنشوفها هي الفيزيكال ابيوز. طيب عشان كده هنتكلم عنه شويه باستفاضه. الفيزيكال شايلد ابيوز او بيسموه باتر بيبي سيندروم، ده انت اذيت الطفل ده فيزيكال. خلاص؟ اي كان نوع الفيزيكال تروما اللي انت بتعمله. طيب هو بيقول لك ان في كرايتيريا كده او يعني ناس المفروض ان هي اكتر ناس او اكتر ارقام معرضه لان هي يحصل لها الابيوز ده، لو هي مثلا اللو سوشي ايكونوميك او اللو اديوكيشن، يقول لك دايما الناس اللي مش متعلمه، او هو فعلا الناس اللي بتبقى عارف انت لو عملت سيرفي هنا وهنا الابيوز موجود في الاثنين، بس هي تبقى اعلى في حاجات الايه؟ اللو اديوكيشن او اللو سوشي ايكونوميك. تاني يقول لك حاجه، يقول لك ايه؟ الاب والام، الاب والام ممكن يبقوا هما نفسهم فيهم مشكله، بمعنى ايه؟ لسه صغيرين، دلوقتي صغيرين قوي ولسه ما بقوش ماتيور. ممكن يبقى عندهم مشكلة حصل ديفورس، فالطفل ده عايش مع حد فيه، ودي شفناها كتير جدا هو. أو إن هما عندهم مشكلة مثلا الأب أبيوزر، عنده مشكلة كريمنال أبيوزر. أول حاجة اللي بتحصل كتير جدا 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 إن هو حصل له هو كمان أبيوز. دي غالبا اللي بيحصل عليه اللي بيحصل له أبيوز أو فيزيكال أبيوز هو بيتربى على كده. غالبا بيعمل عمله. خلاص؟ طيب الطفل نفسه غالبا اكتر سن هو سن صغير، من سنه لاربع او خمس سنين، ماشي؟ ممكن يبقى الطفل ده انونتيز، يعني مثلا سواء كان حاجه ايليجال او سواء كانت الام عندها اطفال كتير ومش عايزه، وهو جه بعد ما هي خلاص ما اكتفت بالاطفال، فغالبا بتطلع بقى القرف اللي جواها عليه. خلاص؟ طيب ده بصفة عامة يعني كرايتيريا غالبا احنا قلنا غالبا بتبقى موجودة.
بيردش عليا اصلا، ما بيردش عليك، يعني مش متجاوب، يعني مش متجاوب. بس اللي مش متجاوب ده غالبا مش بيبقى فيزيكال، يعني العرب بتكون اكبر من الفيزيكال شويه، يبقى غالبا سيكشوال ابيوز، غالبا هعرفهم سيكشوال ابيوز، اللي هو بيردش عليك مش عارف تقرب منه. ايه تاني؟ عليك ده كتير بسن يعني سن مختلف، يعني واحده مثلا البروزس او الوات ايفر الترومه اللي عندك مثلا عمرها يوم، واحده عمرها 10 ايام، واحده عمرها مش عارف ايه. ايه تاني يا دكتور؟ الام جايباه متبهدل خالص، ماشي، بتقول لك دواء خلاص وبتديله تيست، صح؟ انت اسمع تيست منك، ولو الطفل ده كبير انه في الكوره يديلك تيست غالبا هتلاقي مهما هي حاولت تلقيه الكلام وتقول له قول كذا ما تقولش كذا، وانا احكي له على فيسبوك يعني حاجه انا شفتها، قول كذا وما تقولش كذا، برضه هيغلط وهيبقى في عدم تناسق بين التو فيسبوك. ولو استنيت شويه يوم تاني وجالك تاني الاب بتتابع معاه او كده وقلت له احكي تاني، هتحس ان القصه برضه مش ايه، مش ماشيه مع اول مره في حياته. خلاص يبقى ان هو عنده الجسم بتاعه فيه مشكله مش ماشي مع الاحداث، او مثلا الولد متبهدل قوي يقول لك اصل ده وقع سلمه، اصل مش عارفه ايه. خلاص يبقى الهيستوري مش شرح لك الاصابات اللي عنده دي حصلت ازاي، انا مش شرحها لك ان هو مثلا بير وات ايفر اي حاجه. طيب يبقى من الهيستوري من التروما خلاص بتلاقيها كتير، وغالبا بيقول لك ان هي في اماكن العقاب، الايدين والرجلين والظهر والبطن، بس دي اماكن مشهور قوي فيها ان هم يعرفوا. انا الحاله اللي انا شفتها الدكتوره كانت تضريش، وكانت بنت صغيره حوالي 6 أو 7 سنين، هي البنت جايه اللي مامتها جابتها ان هي عندها بيرن من الميه المغليه، واخد وشها كده حته من وشها ونازل بايديها وعلى جنب رجلها، تمام؟ احنا بقى جينا بصينا في البنت من اولها لاخرها كده، البنت في بايت ماركس في رجليها ماشيين في جسمها كله، وكان كانها باين مارك على البون اللي هنا بتحطها هنا، فبتصير كده في ايه؟ روح كتير من الناحيتين هنا وهنا، خلاص مقطعه خالص. كانت لما تلاقيها تقوم قاعده في البانيو ومشغله الميه السخن على الاخر وماسكه رجل البنت حطها تحتها، خلاص؟ تجيب حاجه سخنه وتسخنها وتطفيها في البيت. شفنا برده من جوه بقها كان في لاسريشنز وحاجات وانفكتد، ماشي؟ وبقها كان في زي سكار في الشفه دي مبنية، شكل شفايفها مش طبيعية خالص. ماشي، البنت قعدت تقول لك ايه؟ لا ما دي ماما حلوه، دي ماما جميله، دي ما عملتش حاجه، هي البيرن اللي هي جايه دي فعلا الام ما عملتهاش. هي البنت كانت ميه مغليه والام ما خدتش بالها، مع ان ده برضه يتباهى. المهم يعني شدت الميه وما رجعت. خلاص؟ لكن بقيت اللي انا بقوله ده باختلاف اعمار. يعني البروزز بتاعت الفايت ماركس حاجات لسه جديده حاجات قديمه. البيرن اللي هي كانت بتعجبها حاجات جديده وحاجات قديمه، حاجات على المدى الطويل. لدرجه ان هي مش مستحمله الريح من بعض من كتر الانفكشن، اللي مش مستحمله الريح عايزه تعمل حاجه تبان او حاجه عشان ايه؟ يعني اطفال بس. فهي قدرت في الاخر خالص بعد ما ان هي الام مطلقه وقاعده بيها، تمام؟ بس هي بقى كل حاجه في مره في حياتها بتطلعها في البيت. مرة تحرقها بالمية السخنة، مرة تضربها في وشها، مرة تقضها، يعني اللي ربنا بيقدر عليك تعمل فيه. طيب احنا قلنا يعني بعد التوصيات فظيعة من امها انها ما تقولش في الاخر قالت، يعني في الاخر قالت لا انا كذا، لكن كذا لما ماما بس بتزعلها مني بتعمل كذا، لما اصل انا عشان زرقتها اصل انا مش عارفه ايه، في الاخر لا. يبقى احنا قلنا الدكاتره الاندكيتورز بتاعت الابيوز، اول حاجه الهيستوري، الهيستوري مش هتلاقيه ماشي معاك مظبوط، المختلف عن الهيستوري اللي بيقولها الطفل، الاصابات المتعدده، ماشي، واخر حاجه ان هي بتروح للدكتور بعدين فصل وتحس بقى ان البنت هتموت او هيحصل كارثه، يعني هي طيب ايه الفيزيكال انجلز اللي عندك؟ ماشي، كل حاجه ممكن تتخيلها ولازم تتخيلها تبقى موجوده. خلاص؟ من بره لجوه اي حاجه. نمسك اول حاجه اللي هي السكين والسوفت تيشو انجري. بيقول لك بيبقى فيه ايه دكاتره؟ دي ممكن تتعض
قوي للبس من فوق ماشي، دي كاركترستيك قوي ان هو وهو بيرضع مش بيبرون مش هو بيرضع، فتقوم هي ايه حطاه جامد فممكن يحصل ايه دي لو قطع الطفل او حتى يعني حتى لو حد يعني طفل صغير مش لازم بيه بس بيرضع، خلي بالك ان دي كاركترستيك اللي هي يعني وضع القطع بتاعها صح منطقتها صح خلاص. فانت لو لقيت يبقى دي كاركترستيك ان ده دايما ما تشيلش. طيب الاورنج الاي ان جي بتصير جدا 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 كتير جدا، هي بتضرب البوكس ثانيه بتصير ايه بلاك اي. انت خدت البلاك اي ممكن تحصل بحاجه ثانيه غير الديزاين ايه؟ اه او كنا كل هيك بروسس قدام مسحت على ايه؟ على تحت، وده برضه لو اشتغلت هنا وده مسحت على تحت كلها بلاك اي. طيب ايه تاني بيقول لك ان الشاطر ممكن تعملها ايه؟ ممكن تعمل لها لينس ديسلوكيشن من كتر ما هي خطا يعني قوي ممكن لينس ديسلوكيشن. وفي الاخر قريت ان الهيموريدج والريدكشن ده برضه مش يعني يعني ممكن يحصل، بس هو بيقول لك يعني كده كمان هو ممكن يحصل من سيفير تشست كومبريشن فبزودت الايه؟ البريشر مره واحده وحصل ريتم بس يعني مش. طيب الهيد انجري بقى الهيموريدج سكيلتال انجريز بتبقى اكتر حاجه بتشيل ماشي؟ الهيد انجرز ميجر كوز اوف فيتال اوتكم في حالات التشايلد ابيوز، معظم الحالات غالبا بتيجي بالهيد انجري. احنا بنقسم الهيد انجري لنصين، يا اما فوكال انجري يا اما ديفيوز. الفوكال انجري ده بتاكل يعني ايه؟ يعني فوطيت على راسه في حاجه ماشي؟ مسكت او مسكت راسه فوطيتها في الحيط خلاص؟ ده مسميه ايه؟ يعني فوكال انجري في الحيط. وتكبر بقى من الايه؟ من فراكشن من اي حاجه. لكن الديفيوز انجري ده اللي هو مسميه تشيكن بيبي سندروم. ايه تشيكن بيبي سندروم ده؟ اعتقد مشهور قوي كو كونتر كو اللي هو الكو كونتر كو بالظبط. الكو كونتر كو ده جزء من انت بيحصل برين انجري بس بيبقى معاه حاجه ثانيه. هو انت بتعمل ايه؟ انت بتمسك البيبي بتعمل فيه ايه؟ بتضربه جامد كده، هي بقى بيزن عليه واطفال ومش عارفه مش طايقه نفسها هتمسك طفله ايه؟ عملته جامد. المهم حصل له ايه؟ اكسلريشن ديسلريشن، نتيجه كده بدا يحصل له برين انجري بلس ممكن يبقى معاه. هو التشيك بيرس سندروم ده فيه فريق كده، هو برين انجري سب ديورال هيموراج ريتنال فاشن. غالبا لو التروما جامده غالبا بتلاقي الثلاثه دول خلاص. طيب اكتر حاجه طبعا انتوا عارفين بيحصل معاه ايه؟ ديفيوز ادوال انجري كلها تقريبا ماشي. غالبا بيحصل في حالات شكل بيبي سيندروم. طيب اكتر كومنس هيد انجريز اللي بتشوفوها مع حاجات ايه؟ طبعا من بره السكان بتكون متنوعه كومنس ابيجنس دروبوس كوما. شده الشعر دي يا دكاتره لو هي مسكت انها شده الشعر جامد قوي كده ممكن تعمل له نوع من اسمها سب جاينت هيماتوما خلاص. وفي الاخر الكومن قوي اللي بيحصل مع التشيكن بيبي سندروم هو السب ديورال هيموريدج. طيب وغالبا هو بيبقى سبب الاس. فاحنا فاكره كده اجمالا اللي احنا قلناه اتكلمنا على يعني ايه بصفه عامه دوميستيك فايلنس او عنف اسري. ده تريتمنت لاي حد موجود في الفاميلي او في كير جيفر او بارتنر. اتقسم عندنا قلنا اكتر اللي هو اكتر ناس بيتاثروا بيه او نوع فيه هو التشايلد. التشايلد فيه نوعين من الدوميستيك فايلنس بيحصلوا معاه، يا اما يبقى كوميشن يا اما اوميشن. كوميشن او نوع فيه الفيزيكال. اتكلمنا في الفيزيكال على اتكلمنا على ايه يا فندم؟ السوفت تيشو انجري وده كومن جدا. روز تو ريجنز تاني حاجه الاي اورال انجري. الهيد انجريز هنتكلم دلوقتي على الفيسرال انجري. الفيسرال انجري ده مش كوم بس ممكن تحصل، هو واقف قدامها ضرباها او ضرب بطنه يعني برجليها بعصايه باي حاجه. الحاجات السوليد يا دكاتره الاورجنز السوليد بيحصل فيها لاسريشن، لكن الحاجات البول اورجنز بيحصل فيها ايه؟ خلاص؟ طيب الاوتكم بتاعهم مش بيبقى حلو يعني لو بيسكن
بين البادي Dislocation. لا مش dislocation. لا يعني حاسس اتحرك شوية بعد ما اتكسر يعني. دكتور يعني ممكن يكون في لو سبيسيفيك ويكون في شايل اوت. قلنا لسه قايلين حالة دلوقتي اللي هي الأم بتحط إيه؟ إيه ده؟
عامل زي ايه؟ زي الشراب بالراس. باودر ايه؟ باودر بيبقى باودر باودر؟ ملاسم باودر؟ لا هو بيحطوا انسكتسايد على شكل باودر على راسه. الدكتور بيحط الانسكتسايد على شكل باودر على راسه. اي حاجه بيحصل في السجون مش باودر بس، هما يعني بقول لك انا شفت حالات حاطين انسكتسايد محترم، يعني عارف ان هو بيسمم عشان حشرات الاول خالص يعني تشايلد ابيوز في انواع الاول حاجه المكون ابدا بالاورال مثلا ما بصش في الكتب دي بالنسبه لي كله بزرق ابدا بالاورال بالايه بالاورال مثلا ايه انواع الاول يعني دي تقسيم الاول تشايلد ابيوز بصفه عامه السكين والاورال والسيرمن ماشي بتتكلم في الفيزيكال صح انا بقول في لا في حاجه الاول حاجتين كبار مش فيزيكال بس فيزيكال وايموشنال وسكشوال اللي هو الكوميشن خلاص وفي تاني حاجات الاوميشن تمام اول حاجه ايه حضرتك الفيزيكال اللي هو حصل له الفيزيكال اللي هو السكين او الاورال طيب اول حاجه ايه الابريجنز والبروزز تمام اللي هي سوفت تيشو قلنا مش كومن لاسريشن تاني حاجه ايه دكتور الاورال اكتر حاجه فيها بتشوفها ايه فرينلوم فرينلوم دي ما مش فيهاش كتير بس دي كاركترستيك لكن ممكن تلاقي حوالين بقه
abrasions of mucus ومن جوه lacerations. تالت حاجه الكور الاورال بتشوف ايه في الاي الكومن قوي بلاك اي كومن جدا. ايه تاني ممكن تشوفه؟ تمام ريتينال ديتاتشمنت ديجيتال ديجيتال فراكشن. طيب ليه دكتور ايه هاي سبيسيفيك؟ ايه هاي سبيسيفيك؟ بسرعه يلا فاكره منكم ايه؟ اهم حاجه ايه؟ باكت هاند دي كومن جدا 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 باكت هاند فراكشن. ايه تاني يا دكتور؟ سباين ستيرن سباين وستيرن سباين تمام دكتور. ايه تاني؟ سكابيولا دكتور poison. دكتور بره في ماركت اسمه بيدوفيل في ماركت زي سايت كده في ماركت في حاجه اسمها دارك ويب ده نت كده عليه سايتات بتاعه بيدوفيلك يعني بيخش هو ينقل كده والله حاجه اسمها دارك ويب. دارك ويب ده النت اللي ما نقدرش نفتحه فعليه بقى سايتات مثلا حاجات زي جوجل كده بس انا بخش بقى بيدوفيلك سايتس يعني انا اختار الولد اللي عاجبني وفي سايت تاني مثلا يعني ناركوتكس وحاجات مخدرات اختار برضو اللي انا عايزه مش انا اختاره بعدين مش انا تختاره يوصله لي لا والله يعني هو لا مش مش انا لا وبعدين اكيد دول اللي بيجيبوا لي مش شغالوهم لا هو بيخطفوا هم على طول 24 ساعه وبيعرضوا كل واحد صورته كده زي جوجل ايمجز كده وانا اختار والسعر مكتوب تحتي كل حاجه وعشان النت ده ما نقدرش نفتحه بس ده مش هنا في مصر بس اكيد
لا لا مش موجود. بس هي المفروض هير اون فول هيستوري يعني مش الهيستوري بتاع الفاميلي. بتسمع من كل ماشي يعني انت بتسمع من منها هي الاول واحده يعني ومن الفاميلي الفاميلي ومن الشخص اللي هم انت شايفين ان هم شايفين ده اول حاجه. طيب حضرتك تعمل ده ايزوليشن بس قبل الايزوليشن بتعمل ايه؟ كونسنت. كونسنت لازم تاخد ريتنج كونسنت ان انت تعمل ايزوليشن. طب عايزه تعمل ايزوليشن ده لوحدك لو انت مين يعني ثيرد بارتي؟ لا لازم معاك حد. خلاص في سيمينال فلويدز او حاجه ماشي. بس هو لو جات فاجينال سويب يعني فاجينال سويب ده هتاخدها طبعا. بس لو يعني من بره بس لو كان في مايمن لو ما فيش بتاخد بقى من بره من جوه من السيري فورمكس من كل مكان. ايه تاني يا دكتور؟ ماشي السويب دي يعني هتاخدها في الاول. الكلوزس نفسها الكلوزس نفسها لازم اعملها. هي المشكله يا دكتور بقى ان هي مش بتجيلك بعد الواقع. دي مشكله دكتور. ممكن سؤال؟ هو البروتوكول اللي انا بتبعه في الاكزامينيشن ريب على تشايلد غير ادلت يعني؟ غير على ايه؟ على ادلت؟ اه؟ لا هو انت الاختلاف اللي بينهم مني في البوزيشن. حط التشايلد ده في البوزيشن يعني لو بتكلم على حالات الريب ماشي مش الصوت بس هي لسه بنتكلم على الريب حالات الريب الفرق هو البوزيشن اللي فيه. خلاص؟ لكن الستبس لوحدها هي نفسها بتكون سويب تبقى تفحص وتشوف ايه الداتا اللي عندك كده. طيب بعد كده قلنا بنشوف الداتا اللي فيه بقى
تير ولاسيريشن في الانس حاجه تير. ماشي. التاني ده حصل ماشي. هو اولا يعني لو عدى عليه كام يوم مش هتشوف حاجه خالص خلاص، يبقى متفقين يعني لو حصل له بس مره او اثنين وعدى عليه كام يوم انت مش هتشوف اي حاجه، هنجيلك زي الفل مش مشكله خلاص. لكن لو جالك بعدها على طول ممكن تشوف حاجه خلاص، هتحس شويه ايه ان ال الاوبننج نفسها فيها ايه هايبرينيوم وسكولين تمام، ممكن تلاقي فيها فيشر ممكن تلاقي هنا فيشر، بس هنا فيشر ده مش يعني مش اثبات ان حصل صوت. ليه؟ ممكن يكون عنده كونستبيشن. لسه لسه تاني، واحد عنده كونستبيشن ممكن يحصل له فيشر خلاص؟ لان ممكن تلاقي الاوبرينج فيها هايبرينيوم وفي فيشر خلاص؟ ممكن شويه تبقى دايليتد بس هي لسه كونستنت، يعني لسه لو دخلت صباعك تلبس جلافز وتدخل حاجه مش هتلاقيها بتقفل عليه كويس جدا خلاص، لسه ما فقدتش التون بتاعها ماشي. الحاجه بقى الاساسيه اللي انت بتاخد السوائل وتشوف في سن ولا لا خلاص، كل ده لو جات لك بيسي، لكن لو جالك عدى عليها يوم او اثنين او ثلاثه انت مش هتلاقي خلاص، يبقى كده الولد حقه ضاع ومستمر ده تاني. طيب ده الاكيوت ده كان مال الكرونيك بقى كل سماء ايه؟ فاضي الشيء بس ما تزعلش. ها؟ الدنيا وسعت، الاوبننج دي شغاله كويس؟ التون 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 راح خلاص. خلاص؟ التون راح بصح، التون راح وهو نفسه بقى فاضي الشيء، هتلاقي اولد فيشرز، هتلاقي تيرز، هتلاقي اولد ستارز، كل ده ممكن تلاقيه. طيب. في بس الجزء بتاع الفيميل جينيتال ميتيليشن هو هو permanent يشيل نيرفس بارت بس. ليه؟ فودي يشيل نيرفس بارت بس. يعني اللي بيعملها كده يعني. اه. مش كان طالب. المهم ده لما بتقفش يعني ايه؟ بتسجل. خلاص؟ طيب احنا كده خلصنا الفيزيكال، خلصنا السيكشوال تشايلد ابيوز، اخر حاجه في ايموشنال تيست ابيوز كمان. ايموشنال ايه ده كانت ايموشنال تيست ابيوز ده؟ اه هو موشن هاوسن سندروم. ده ايه ده؟ هو في بعض الامهات ماشي اللي بتعمل ابيوز للولد خلاص، في جزء من هم يعني سببه ايه مش عارفين، بس هو بيرجعوا كده يعني ان هو جزء منها اللي جوه بيبقى عندها زي تأنيب كده، تأنيب ضمير. فبتعمل ايه؟ تاخد الطفل ده تقول ان هو تعبان من اي تعب خلاص، وتوديه للدكاتره خلاص عشان تريح ضميره. اول ما تعمل فيه حاجه جديده
بعد كده emotional child abuse الدكاترة أي حاجة بقى بتعملها تدور في الطفل ده emotional. أنا بقول لكم إيه الستات المصريات كلها بتعملها بس كده بصفة عامة بتعملها تزعقه تركزه جوه ضلمة تخوفه تضرب حد قدامه كل ده إحنا بنعتبره emotional abuse. طيب الناس اللي بتسرح الطفل بتسرحهم يشتغل هو child labor دول إيه دول برضه بيعتبروا emotional abuse بيدخلوا في التعليم بيدخلوا يشتغل شغل هو المفروض ما يشتغلوش انا مش بتاعك. طيب بعد كده اللي هو النجلك احنا كده خلصنا اول جزء اول باب كبير جدا من تشايلد ابيوز اللي هو كوميشن ابيوز ودخلنا في جزء تاني بتاع النجلك. النجلك بقى الام ما بتاكلوش كويس مش مهتميه بضغطه يعني كل ده يعتبر النجلك التعب وما عبدوش سواء الام او سواء في الحضانه انت بتودي حضانه عشان الواحد ياخد باله احد ياخد باله منه لو بقى الحضانه عملت كده يبقى ده بيسميه نجلك. بعد كده ايه الفيميل ابيوز الفيميل ابيوز ده كومن يا دكاتره كومن اكيد كومن اكيد كومن قوي كمان ماشي انواع ايه نفس الكلام في الفيزيكال سيكشوال و ايموشنال و فاينانشال في جزء منهم ممكن نزود عليه فاينانشال جزء منهم فاينانشال خلاص فيزيكال ممكن الست تتضرب من باباها من اخوها من جوزها خلاص التروما اللي بتبقى موجوده اي نوع تروما ممكن تتخيله من اول الابريجن من استحاله الكسور اي نوع تروما شفنا كل حاجه خلاص. طيب السيكشوال بقى من اول التحرش في الشوارع لحد القطف والريب. بعد كده الايموشنال من حد هي ولي امرها او حد يعني بالنسبه له ضعيفه سواء كان في البيت جوزها في بيت اهلها سواء كان في الشغل. طيب في جزء اللي هو الفاينانشال لو احنا ما بنشتغلش وجوزها بيصرف عليها ما بيجيلهاش فلوس لو واحده خدع حبيبها من راس ده فاينانشال ابيوز. لو المدير في الشغل خوفها قصاد ان هي تتطرد مش هتاخد الفلوس قصاد حاجه هو عايزها تمام كل ده بنعتبره في مين؟ ابيوز. كانت تحيز او اللي هي بيميزوها بحاجه وحشه ايه؟ يعني اللي هي بيعملوها كأنها حاجة مختلفة زي العنصرية ده اللي هي دكتور باتي يعني بالفيرب يعني ضرب يعني مضروب بالفرنسية باتي طيب